عضو مجلس النواب السابق. سيادة المستشار تفضل. اهلا، انا تابعت اللي حصل النهارده بالنسبه لمجمع الشفاء، المستشفيات، اللي حصل النهارده في غزه ده قلت على عدم، يعني مش عارف اقول لك ايه، عدم تفاعل المجتمع الدولي في جرائم ترتكب في حق المدنيين. ده حاجه محزنه وحاجه يعني بتدينا الكيل بمكيالين مع الشعوب الكبرى، وحاجة بتحس ان مفيش احترام لبناده بحقوق الانسان وبناده بالادمية الانسان، وازاي احنا بننتهك، وهم ناس اللي بينتهكوا حقوق الانسان وما بيحترموهاش. يمكن كلام زائف اللي بيتقال دون حقائق. تابعت انا على فترات كنت مسافر، لكن انا بفرق بين حاجتين، بين الشعوب دايما اللي هي راقية ومترقية وتعاطفها مع القضية الفلسطينية ومع قتل المدنيين والأبرياء. حضرت كذا مظاهرة في ديزيدول، في برلين، في دول، في جنيف، مع الجاليات المصرية وغير المصرية، شو والجاليات بأكملها. أنا مش عايز أقول لحضرتك إن في يهود متعاطفين، بس مش يهود صهاينة، إحنا نعرف اليهود بس يهود، لا، مع غزة في ناس من كل دول العالم متعاطفة كشعبا مع أبناء فلسطين. نعم، شكرا لك المستشار محمد سليم عضو مجلس